Methods of radiation measurement هو ده الجزء الأخير من المحاضرة، أو أساليب أو طرق القياس للإشعاع. طيب أول حاجة عندنا measurement of radiation from people أو personnel، أنا فضل كلمة personnel، قياس الإشعاع من العاملين بالقسم أو العاملين بوحدة الإشعاع. أول طريقة حاجة اسمها sensitive film أو الفيلم الحساس، ده بيبقى بادج بيتعلق على البلطو، بيبقى فكرته إن هو عبارة عن إيه بقى؟ This method depends on the passage of ionized radiation during imaging. تعرض للionizing radiation بيتعرض زي ما الجسم بيتعرض، الفيلم ده كمان بيتعرض. الفيلم ده عبارة عن إيه بقى؟ ionizing emulsion layer of silver bromide. يبقى في عندنا اللي هي emulsion ديت يعني خليط من مواد معينة. المواد دي اللي هي ايه؟ silver bromide، مادة اسمها silver bromide، وعليها sensitive film of a thin slice of transparent plastic covering يا اما one side or both sides of the emulsified material of silver bromide. يبقى في مادة أو فيلم شفاف، بلاستيك شفاف مغطي الإيمالشن ده. إيمالشن ده يعني خليط مخلوط من السيلفر بروميد. الفكرة إن هو لما السيلفر بروميد ده يتعرض لمادة مشعة أيونايزنج راديشن، الفيلم الضوء اللي بيعدي على الفيلم ده هيحصل ionization للإيمالشن layer of silver bromide، اللي هيحصل لها تأيون. المادة السيلفر بروميد هيحصل فيها تأيون. تأيون يعني ايه؟ قلنا هيتكون فيها أيونات موجبة وأيونات سالبة وتفقد إلكترون والكلام ده، هتتحول من سيلفر بروميد into granules of metal silver، هتتحول إلى حاجة مادة ثانية metal silver، هيبقى هتتحول إلى فضة. انت عارفين الفضة لما بيقولك لما بتتعرض للضوء هتسمر، عشان كده لازم ما تغسلش الفضة، واللي عنده طقم فضة ما يعتني بيه بطريقة معينة وما يجيش عليه مية ومش عارف ايه. هي نفس الفكرة، ان برضو هيحصل تتحول ايه من مادة لمادة تانية، اتحولت من emulsion of silver bromide لميتال سيلفر. الميتال سيلفر ده treated with the film developer and fixer، الفيلم اللي عليها برضو بيتعرض للمادة نفسها اللي هي الميتال سيلفر. الجرانيولز بقى بتاعت السيلفر ميتال نفسها convert into small granules of metal black silver، بتترسب على الفيلم. في فيلم بقى حساس بتترسب عليه المادة بتاعت الميتال سيلفر اللي هي اللي كانت في الأصل سيلفر برومايد. لما بتتحول وتترسب عليه بنبدأ نقيس الـ opacity أو التعتيم اللي حصل في الفيلم. يعني في فيلم حساس، الفيلم ده بيبقى transparent بيبقى شفاف. كل ما المادة اللي تحتيه اللي هي silver bromide تتعرض لإشعاع بتترسب إلى metal silver. الميتال سيلفر ده كل ما بيترسب أكتر بتزيد العتامة بتاعته، فمع مرور الوقت ومع التعرض للإشعاع العتامة دي بتزيد. إحنا بعد كده بعد مثلا 3 شهور أو بعد 4 شهور أو بعد 6 شهور حسب البروتوكول بقى بتاع المكان، بناخد الفيلم ده ونقيس العتامة بتاعته. بتتقاس بحاجة اسمها إيه؟ calibration curves. أهو بنقول the opacity is reflected أو the opacity reflects the amount of radiation and is done by special curves called calibration curves. بنشوف العتامة ديت مع أنهي كيرف فيهم ونقيس. لا والله ده اتعرض لكام ملي سيفرت، لا ده اتعرض لواحد ملي سيفرت، لا اتعرض لاتنين ملي سيفرت وهكذا. وغالبا بتبقى بيشتروها من شركة كودك. ده الشكل بتاع الايه البادج اللي بقول لكم عليه. المادة السيلفر برومايد هي في الايمالشن او الخليط اللي تحت لما تغطي بالفيلم اهو، والفيلم ده بيبقى حاجة شفافة وبنقيس العتامة بتاعته بعد الفترة اللي بنقول عليها، وده بيتعلق على البلطو أو بيتعلق على اللبس بتاع الايه البيرسونال. تاني حاجة عندنا الدوزيميتر أو حابب يسموه سينوسويدال ميجر، ده عبارة عن حاجة زي القلم، حاجة اسطوانية سلندريكال تيوب
و specific volume of gas اللي جواها غاز، وجواها metal part. metal part ده معمول من الكوارتز، معدن الكوارتز، والداخل بتاعها متغطي بطبقة من الجرافيت. الجرافيت ده مادة عازلة طبعا، دي تكونكت electrical charge عشان بتتوصل بعد كده بكهرباء. و the quartz thread move on the gradient graduated by رونتجن، عليها الشحنة بعد كده تقاس برونتجن. small telescope is found at the end of the dosimeter to magnify the numbers to be read. يبقى يعني فيها بعد كده الأرقام دي بتتكبر بعدسة تلسكوب عشان تتقرأ. the idea of the work، فكرة الشغل بتاعه ان الدوزيميتر ده بيحصل ايه بقى لما بيتعرض للإشعاع، الغاز اللي جواه بيحصل فيه ionization. لما يحصل ionization هيقوم الionization ده هيقوم يشغل الشحنة الكهربائية اللي جوه الجهاز من جوه، فتقوم ايه تقرأ ان في اشعاع، وكل ما يتعرض للاشعاع اكتر كل ما القراية تزيد. ده المنظر بتاع الايه الدوزيميتر، برضو نفس الفكرة، بيبقى كل عامل في القسم او كل فني وكل فيزيائي بيبقى معاه وحدة، سواء بقى على حسب بقى هنتعامل بده ولا هنتعامل بالفيلم. لكن ده الميزة اللي فيه ان هو بيطلع لنا قياس رقمي بيقيس فوري، مش محتاج بقى ان انا ايه بعد ما تعدي فترة معينة اقوم بعته عشان يقيس وهكذا. بعد كده في حاجة اسمها الفوتوفولتيك او فوتوفولاتيك ميجر. الفوتوفولاتيك ميجر ده عبارة عن ايه؟ كريستالين اليمنت اوف كالسيوم فلورايد اور ليثيوم فلورايد. ده عبارة عن الفكرة الأساسية بتاعته إن هو بيعتمد على كريستالة من الفلوريد الكالسيوم أو فلوريد الليثيوم. It is known as the flasher substance، إنها بتعمل flashing، بتتعرض لراديشن، أول ما تتعرض لراديشن فتنور. طب هو أنا بعتمد على إنها بتنور؟ لأ، يعني دي الفكرة الأساسية بتاعتها. إزاي بقى؟ النور ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن توليد إلكترونز. الإلكترونز دي تقوم نازلة على كريستال، تنزل تترسب على الكريستالز وتعمل فيها تأثير. الإلكترون دي بعد كده بتتحرك لمستوى طاقة أعلى، move to a higher energy level when heating. لما بسخن الكريستال دي لدرجة 200 بتعمل إيه بقى؟ the electrons return to original energy level resulting in emission of energy in the form of visual. لما بسخن الكريستال الالكترونات اللي هي امتصتها بتطلع تاني في صورة ضوء، عشان كده بيحصل ايه اسمها فوتوفولاتيك. لما الضوء اللي بيطلع منها بقيسه فبعرف الالكترونز اللي هي جواها قد ايه، وبعد كده لما بعرف الضوء اللي طلع منها ده بترجمه الالكترونز فبعرف الالكترونز دي كانت نتيجة لتعرض راديشن قد ايه. فهي الموضوع ماشي كده، راديشن يولد الكترونز، الالكترونز تترسب في الكريستال، بعد كده بناخد الكريستال دي نسخنها فيطلع منها ضوء، اقيس منه كميه الالكترونز اللي كانت متحوشه جواها واقيس منه كميه الراديشن اللي هي اتعرضت لها. هي يعني فكرتها معقده شويه، لكن هي برضو ايه شبه الايه الحاجه الاولانيه اللي كنا اتكلمنا عنها اللي هي ايه بنستعمل الفيلم سنسر فيلم، برضو حاجه قريبه من نفس الفكره ان انا ايه بقيس الاشعاع بشكل غير مباشر بايه بالناتج بتاع الاشعاع. هي من ضمن استعمالاتهم حاجة اسمها تي ال دي بادج، ودي أكتر حاجة دلوقتي موجودة، أكتر حاجة بنستعملها هي التي ال دي لكل الفنيين اللي بيشتغلوا على وحدات الطب النووي وفي أجهزة العلاج الإشعاعي. التي ال ده عبارة عن حاجة تستخدم نفس الفكرة زي ما احنا شايفين كده شكله، وده مش موجود عندنا في الكتاب بس ده يعني ايه عشان بس يبقى عندنا فكرة عن اللي بيحصل في أرض الواقع بقى. يعني هو ده الجهاز اللي انتوا ممكن لو روحتوا تدربوا او رحتوا مكان هتلاقوا الجهاز ده هو اللي موجود، عبارة عن فيه ميتاليك فلتر وبعد كده سيلد بولي ايثيلين باوتش او جيب من البولي ايثيلين وبلاستيك شفاف، ومكتوب جوه بقى ايه بيانات البرسونيل نفسه واسمه والمدة اللي استعملها وهكذا. التي ال دي دي بتستخدم فكرة الايه الفوتوفولاتيك، ان هو بعد ما تعدي الفترة معينة شهرين 3 شهور 4 شهور بنقوم واخدين التي ال دي نبعتها لهيئه الطاقه الذريه يقيسوا يقولوا لنا لا والله ده اتعرض لنسبه اشعاع كذا، وهل النسبه دي كويسه ولا مش كويسه، لا ده اتعرض لنسبه عاليه لا فما ينفعش يشتغل في الطب النووي لمده
مثلا 3 شهور او 6 شهور يبعد عن الطب النووي، او لا ده النسبه اللي اتعرض ليها مش كتير، لا ده اتعرض لنسبه معقوله ومقبوله فيكمل شغل. هي ديت الفكره من التي ال دي. طيب بعد كده في حاجه اسمها راديشن سكاننج اوف ريجنز، ازاي اقيس الاشعاع في المكان اللي انا فيه بقى عايز اطلع قرايه دلوقتي، مش بقيس كبيرسونيل، مش بقيس اللي انا بتعرض له انا، لا بقيس المنطقه فيها اشعاع قد ايه. اكتر جهاز بيستعمل هو جهاز ايه، جايجر مولر كاونتر عفوا اللي هو جهاز مقياس جايجر مولر. جايجر مولر كاونتر ده عباره عن ايه، سيلندريكال جاس جلاس تيوب او تيوب يعني ايه اسطوانه ازاز جواها ارجون جاس، جواها غاز الارجون وفيها ضغط حوالي من ربع ل 75 سنتي with a ratio of alcohol، وفيها برضو نسبة الكحول. extends inside the tube on its axis a thin wire of 5 to 10 millimeter diameter بيمثل او represent the positive pole of the detector while its side wall is the negative pole of the detector. فبيحول الطاقة الإشعاعية إلى طاقة كهربائية reaches its source with source 1000 high voltage source بيوصله 1000 فولت. تمام. النظرية بتاعت الجايجر مولر كاونتر ان هو عبارة عن ايه، بيحصل ionization للغاز جوه تيوب، وبعد ما بيحصل لها ionization بيحصل تأين بتنتج ايه positive ions. ال positive ions دي تتحرك ناحية الوول، الوول اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيعمل ايه، اللي هو القطب السالب بتاع الجهاز. فلما positive ions تروح ناحية القطب السالب هيحصل ايه، هيتولد كهرباء. negative ions to thin wire so an electrical current pass to the circuit which can be measured and magnified by the external measuring devices. هيحول الايونات دي لما تقابل القطب السالب بتاع الجهاز هتحول لكهرباء، الكهرباء دي الجهاز بعد كده هيعمل عمليه ماجنيفيكيشن، هيضخمها بمقدار معين ويترجم لي انا بقى، يقول لي انا ولدت كهرباء بكذا، الكهرباء دي انا بقيسها عندي بكام رونتجن او بكام ريم من الاشعاع، يبقى انا عندي في المكان اللي انا فيه ده دلوقتي في عندي اشعاع كذا رونتجن او كذا ريم. دي صورة مش موجودة عندنا في الكتاب عشان بس نبقى عارفين شكل الجهاز ده، شكل الجهاز اللي على الشمال ده شكله الخارجي حاجة كده عاملة زي المنبه كده أو زي الراديو، ده يعني مش وصفه بشكل عام يعني. اللي عليه المقياس زي ما احنا شايفين كده بيقول لنا لا ده فيه هنا زيرو، لا ده فيه هنا كام، لا هنا كام، لا هنا كام، وبنعمل له كاليبريشن قبل ما نستعمله. على اليمين ده شايفين التركيب الجهاز من جوه، عندنا الايونايزنج راديشن بيدخل فيعمل ايونايزيشن للجاز اللي محفوظ جوه، وزي ما احنا شايفين في النص كده في قلب الجهاز ده اللي جوه التيوب ديت اللي هو الانود اللي هو البوزيتيف بول، وعلى الاطراف او على الحواف الجهاز الداخليه من جوه اللي هي ايه الكاثود او النيجاتيف شارج. فما يحصل تأين للهواء للغاز اللي جوه الجهاز هينتج ايه positive ions. البوزيتيف ions دي هيحصل بينها وبين الانود اللي في منتصف الجهاز تنافر، تقوم تطرد ناحية الاطراف، تقوم تسجل الالكتريكال كورنت اللي هيتقرالي على الجهاز بتاعي، هيقول لي لا ده انا عندي كام فولت، والفولت ده هيقوم هو محوله لريمز او رونتجنز. بس هي دي فكرة الجايجر مولر كاونتر بالتفصيل يعني. انا حابب اشكركم، هو الشابتر يعني ممكن يكون تقيل شويه عن اللي فاتوا ككواليتي يعني، لكن هو في الكلام نفسه اقل، لكن كان محتاج توضيح شويه في الحاجات بالذات الجزء الاخير اللي هو القياس ده والفكره من كل جهاز فيهم. اتمنى اكون وضحت الحاجات دي بشكل كويس، واذا في استفسارات او اي اسئله بخصوص الشابتر ده او الشباتر اللي قبل كده وعاوزين نعمل مثلا سيشن اشرح اي حاجة او اجاوب على اي سؤال انا ما عنديش اي مشكلة، وبشكركم على وقتكم واتمنى اكون فدتكم. شكرا جزيلا، السلام عليكم.